السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم يا شباب. معنا النهاردة مع الفيديو رقم 7 من سلسلة Virtual Labs بعنوان CCB for Security plus VoIP Training. CCB Cisco Configuration Professional، نقدر نعمل بي Graphic User Interface Access على أي Cisco Device، Router Cisco، Switch Cisco. طيب، هنستخدم السي سي بي النهارده، هنتعرف عليه وهنتعرف ازاي نسطبه على الويندوز، وهنشوف برضو ازاي نعمل عن طريقه جرافيك يوزر انترفيس اكسس على راوتر سيسكو سي 7200 على جي اس 3. نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. مبدئيا اروح لجي اس 3، اعمل دراج راوتر هنا واجيب مثلا ايثرنت سويتش اي دي، وهجيب هوست. ممكن واحد يسألني، طب انت يا احمد ليه هنا ما جبتش سويتش سيسكو عندك، ما انت مسطبه هنا اهو. اقول لك انا مش محتاجه، يعني لان انا لو هحتاجه هضطر اشغل سيرفر الاي او يو، وانا طبعا عملت فيديو بالكلام ده، فيديو الاي او يو، فانا مش محتاجه. يعني هنوصل بيه النت 4 هنا، ونوصل السويتش على الراوتر. شغل الراوتر، عقبال طبعا ما الراوتر يعمل بوت اب نروح على الفيم وير نجيب بي سي 2. ملحوظة هنا بقى، عشان طالما انت بي سي 2 هتحط عليه السي سي بي، لازم يكون الرامات اقل حاجة 1 جيجا. هنرفعها ل 1 جيجا 24، وهنشغل. طيب نروح هنا الراوتر، ندخل بقى شوية كونفيجريشن بسيطة، نبدأ اي بي، ركز بقى في الأوامر اللي هدخلها دلوقتي عشان دي اللي هنشغل بيها السي سي بي. هتقول اي بي اتش تي بي سيرفر و اي بي HTTP authentication local. ماشي، وهنقول مثلا user name admin password cisco، وهتروح على line VTY 015، هنقول password cisco privilege 15. لا ده ملوش لازم الامر ده، بس هنقول ماشي privilege level 15. اليوزر نيم ادمن دي هنعمل بس فيها تعديل، يوزر نيم ادمن privilege 15 password cisco. اهم حاجه ال privilege 15 دي جوه اليوزر نيم ادمن. شوية الفايلات اللي احنا مش محتاجينها دي، طيب هنطلع على الفولدر التولز سي سي بي، وناخد سيسكو كونفيجريشن بروفيشنال 2.7، ناخد كوبي وهنحطه جوه ال VMware. طيب هو دلوقتي كبير الملف، سيت اب السي سي بي.
نكست نكست، مش اي فلسفة خالص في الانستوليشن بتاعه. طيب اهو دلوقتي خلص. نعلم على create shortcut on desktop next و next finish. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. دوس هنا على ال warning دي. طيب لقيته علق معاك وجاب الشاشة البيضة دي، تقفل وتفتح تاني. افتحه بقى برضو بالأفضل رن الادمنستريتور. نقفله بس من التاسك مانجر ونفتحه تاني. لا هو خلاص كده اتقفل. طيب نفتح مرة تانية. هنجيب allow blocked content. يس نجرب نفتحه تاني. طيب وانا رسترت بس ايه الجهاز مرة تانية.
هو فتح الحمد لله، هو بس محتاج بس انك تصبر شوية خصوصا في مرحلة اللودينج انترفيس دي، تمام؟ يعني انت بس تصبر شوية بس. نكتب الاي بي بتاع الراوتر. one host name admin الباسورد سيسكو اوكي. مشكلة معينة ولا ايه؟ نرجع تاني. نعلم بس على discover all devices دي. نكتب مرة تانية. admin اسكو. نتأكد بس ان الجهاز connected على الراوتر، نبين بس كده على الراوتر. تمام. طيب انا قفلته برضه وفتحته تاني. هو بس ايه مشكلة بس السي سي بي في اول مرة بس يشتغل معاك، بعد كده هتلاقي الموضوع بقى سهل بالنسبة لك ومش هيعمل المشاكل اللي انت لسه شايفها دي، هي بس بتبقى اول مرة. هنعمل ادمن سيسكو. كبر طبعا انا برضو يعني ايه هرجع اقفله وهفتحه مرة تانية عشان برضو ايه اتأكد واطمن ان هو بقى شغال معايا زي الفل. طبعا لو انت رحت على الديسكفر ديتيلز هو خلاص بقى ديسكفرد. ديسكفرد يعني هو عارف الكونفيجريشن بتاعت الراوتر، كل تفاصيل الراوتر. ديسكفر ديتيلز بيقول لك ديسكفرنج ديفايس 10.0.0.1 الاي او اس فيرجن 12.4 الهاردوير بلاتفورم 7206 بي اكس ار اوتو ستاتس. تمام. بيقول لك الفيتشر افيلابيلتي الاي بي فاير وول في بي ان اي بي اس الناك. طيب بتروح على الكونفيجر، تروح مثلا على انترفيس مانجمنت انترفيس كونكشنز. ده على سبيل المثال احنا كده يعتبر خلاص سطبنا السي سي بي. تمام. اديت انترفيس كونكشن. انت بقى لو عايز بقى ايه تضيف اي حاجه تقدر تشتغل، طبعا تعمل يونيفايد كوميونيكيشن، تعمل تسطب بالسي ام اي وتشتغل فويس يونيفايد كوميونيكيشن. والسكيورتي برضه نفس الكلام، تقدر تسطب تخليه يشتغل كفاير وول في بي ان انتروجن بريفنشن الاي بي اس. اخر حاجه بقى احنا نجرب ايه نقفل ونفتح مره تانية. بس ملحوظه مهمه جدا، اظبط الكونفيجريشن بتاعه الويندوز على الاتي: الرامات 1 جيجا والبروسيسور النمبر بروسيسور 1 والكور 1. تمام. ده هيحقق لك اعلى استابيليتي في او سرعه برضو في شغل الويندوز معاك خصوصا مع السي سي بي. هنفتح مره تانية.
يعني زي ما انتم شايفين خد وقت اقل من المره اللي فاتت، خد وقت اقل من المره اللي فاتت، يعني هو هنا فتح على طول، لا عمل لودنج انترفيس ولا الكلام ده كله. استنى شوية عشان نعرف نضيف. اوكي نعمل ديسكفر. انت بقى لو عايز تتابع بقى في الديسكفر ديتيلز، تابع اللي بيحصل. ديبج لا مش ديبج. دلوقتي نفتح مثلا أي حاجة، مثلا فاكتور اوبشنز، انت ممكن تعمل بانر مثلا، حط مثلا بانر بإيديت الاسم مثلا، خليه مثلا راوتر سيسكو، الدومين جراند دوت كوم مثلا، اللوجن بانر ان اوثورايزد اكسس از بروهيبيتد. مثلا سيف رانينج كونفيج، لو انت عايز الكونفيجريشن دي تسيبها على طول على الام في رام، انا مش محتاج ادوس عليها يعني، هدوس ديليفر. اوكي دلوقتي هو خد الكونفيجريشن حطها في الراوتر. لو انت مثلا جيت عملت اكزيت، نعمل مثلا ايه لاين، انا مثلا كوبي لاين كون زيرو باسورد سيسكو، لوجن كده كده مش مطلوب. ماشي تمام، لازم نكتبها برضه في لاين كون زيرو. نكتب اكزيت اكزيت. دي السيس لوج مسج او البانر ام او تي دي او اللوجن بانر مسج. ممكن بقى ايه نحطها مثلا بصورة احسن من كده، يعني ممكن مثلا نعملها ازاي، نكتب مثلا كده
ممكن بقى مثلا نعمل enable secret password. انا دوست بس كليكتين، بدل ما اروح على الايديت بروح عليها وبروح دايس كليكتين على طول. سيسكو مثلا او احمد، اوكي باسورد at least 6 characters. ماشي، يعني مثلا احمد 1 2 3 1 2 3 دلوقتي. سيسكو طبعا enable secret مش هتشتغل هنا، لان انا شغال اللي على طول على privilege mode. فانا هلغي مثلا موضوع privilege ده بحيث ان هو يخش على user exact mode. Compile line con 0 no privilege level 15 exit exit سيسكو انيبل. هنا لو دخلت سيسكو مش هيخش، لازم ادخل احمد 1 2 3 اللي انا لسه مدخلها على السي سي. تمام، انا يعتبر خلصت النهارده. اتمنى يكون الفيديو عجبكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.